مسرورة جدا بقدوم الجراء الجديدة، سوف أعتني بهم وأحممهم. واو، إنها ظريفة جدا. من يا ترى؟ سوف أذهب وأفتح الباب. ميشا، إنهم جيراني ستيسي وتشيلسي، يريدون أن يروا جراءك الجديدة. ليلى ليلى، أين هي جراء؟ إنها هنا يا ستيسي وتشيلسي. واو، إنها ظريفة جدا، إنها كيوت، يا سلام، لقد احببناها كثيرا. هل أستطيع زيارتك كل يوم يا ليلى لنرى الجراء؟ نعم يا أحبائي، بالطبع، تعالوا لكل يوم ولنعتني سوية بالجراء. يا سلام يا سلام، شكرا لك شكرا لك. والآن هيا بنا نحمم الجراء الصغيرة. هيا هيا. لقد تأخرنا على باربي كثيرا، سوف تغضب منا يا ليلى. شكرا لك لأنك سمحت لنا برؤية الجراء. العفو يا ستيسي وتشيلسي، تعالوا كل يوم. إلى اللقاء الآن. إلى اللقاء. وأنتم أيضا يا أحبائي، ألم تعجبكم الجراء؟ إذا أعجبتكم الجراء لا تنسوا أن تضعوا لايك للفيديو. شكرا لكم للمتابعة. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم معنا بماي لوفلي تويز. اليوم معنا لعبة جديدة من العاب باربي. مثل ما شايفين معنا الباربي والبوبيز تبعها، كمان مع جراء صغار، كمان معها شوية قطع اكسسوارات. هلا صار وقت نفتحها ونشوفها مع بعض. هون راسميننا باربي الشقرة، انا لقيت منها بس اللي شعرها اسود. هلا خلونا نفتحها ونتعرف عليها مع بعض. أول شي حنشوف العروسة اللي جاي مع اللعبة. مثل ما شايفين شعراتها سود، كتير كتير حلوين وناعمين، عن جد شعرها كتير كتير ناعم. على فكرة نورا كتير كتير حبتها. ايه كتير كتير حبيتها، يعني نحن اللعبة بصراحة اشتريناها خصوصي حتى مشان العروسة، كتير قاتلي حبيت العروسة. كمان ملابسها كتير حلوين، لابسة تي شيرت لونه زهري وشورت كمان جينز وحذاء رياضي لونه أبيض. مثل ما شايفين طبعا اللعبة بالمفاصل، تحرك ركبتها، تحرك كوعها، تحرك مع السماء، وطبعا كتفها، تحرك راسها، عيونها كمان زرق وحلوين. طبعا هي اللعبة جاية بالمفاصل مشان تقدر تعتني بالبوبي تبعها. نوقفها هون ونشوف باقي القطع. هلا معنا السرير تبع البوبي لونه ازرق، عليه تفاصيل كمان مشان يبين مثل كأنه عليه قماش. من هون كمان عاملين له فراغ مشان الجراء الصغار يقدروا يطلعوا. هلا معنا البوبي تبع باربي، مثل ما شايفين لونه بيج كتير كتير حلو. وهي الأم كمان فيها ميزة كتير حلوة، جاية معها ثلاث جراء نقدر نحطهم هون. نفتح هدول القطع اللي معنا هون، نجرب هلا اللعبة شو بتعمل. اللي معنا هلا ثلاث جراء صغار. أول شي حنشوف الإكسسوارات اللي جاي معه. مثل ما شايفين معنا هي الأنينة شامبو للجراء، مرسوم عليها هون كلبوب صغير، نقدر نمسكها يا للباربي بواسطة هاي القطعة. نمسكه للباربي هي. كمان معنا هاي القطعة، هي يمكن هي صحن للأكل مشان الجراء وأمهم. يمكن نحط لهم مي هون ونتخيل إنه حاطين لهم أكلهم كمان هون. الصحن على شكل إيد الكلب كمان كتير فكرته حلوة ولونه كمان كتير حلو. هلأ حنشوف الجراء الصغار جايين معها. معنا واحد باللون البني، واحد باللون السكري، وواحد باللون البيج. كتير كتير حلوين وكيوت، كتير كتير حبيتهم.
هلا مثل ما قلت لكم ميزه اللي بالكلب حنشوفها، مثل ما شايفين هيك بتولدون للجراء الصغار. صار عنا 3 توائم من الجراء الصغار. هلا حورجيكم كيف نقدر نحطهم. نضغط على رجلها هيك، نحطهم هون، وبس نضغط عليها بينزلوا الجراء. كتير كتير كيوت وحلوين. نقعد الأمهم هون، نحط الجراء كمان معهم. عن جد كتير كتير حلوين، كتير حبيتهم. وأنا كمان كتير حبيتهم، كتير حلوين. أنا أكتر شي حبيت الجراء الصغار، كتير كتير حلوين ناعمين. كتير ناعمين. هلا فينا نجيب اللعبة وتخيل انها عم تعتني بالبوبيز تبعها. ممكن كمان تحممهم مثل ما قلنا. مثل ما قلت لكم كمان لعبة بالمفاصل، هون راسمينا اللعبة مو كلها بالمفاصل، مثل ما شايفين ايديها ما فيها مفاصل، بس اللعبة هون طلعت فيها مفاصل عشان تقدر تعتني بالبوبيز تبعها. تحط لهم اكل طبعا، تعتني بامهم. نتخيل باربي انه عم تعتني بالبوبيز تبعها، تحممهم وتعتني كمان بالجراء الصغار. هاي كانت لعبتنا اليوم، مثل ما شايفين كان معنا باربي شعراتها السود كتير حلوين، جاي معها كمان الجراء والبوبيز مثل ما شايفين الام وثلاث جراء. كمان كان جاي معها سرير للبوبيز وصحن لطعامهم، ما انسى كمان الشامبو اكيد تبع الجراء. هاي كانت لعبتنا اليوم، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا معنا بالقناة لو اول مرة تشوفونا، والسلام عليكم. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم معنا بماي لافلي تويز. اليوم معنا ستيسي اخت باربي الثانية من فيلم باربي دولفين ماجيك، جاي معها شوية اكسسوارات، لوحة تزلج واشياء تانية. هلا خلونا نفتحها ونتعرف عليها مع بعض. هي بعد ما فكينا اللعبة من التسبيح، انتم شايفين ملابسها كتير بسيطين وحلوين، هن ملابس للشاطئ. شعرها لونه اشقر وكتير كتير ناعم. طبعا بتحرك راسها جميع اتجاهها، ايديها كمان رجليها. عن جد الاواعي اللي لابستهم كتير حبيتهم، كتير الوانهم حلوة. جاي معها كمان لوحة تزلج مرسوم عليه دولفين. الدولفين اللي معنا هون بيتغير لونه، بيتحول لونه من اللون الاصفر، حطه بالمي الباردة بصير لونه زهري. إذا رجعناه كمان الحرارة الطبيعية بيرجع للون أصفر. كمان جاي معها كلب صغير حاطط نظارات، كتير كتير حلو. في إله مكان هون كمان نثبته على لوحة التزلج، نقدر نمسكها كمان مستيسي من هون، نمسكها ياها. واخر شي معنا كريم للشمس، مو مرسوم عليها شي العلبة بس هيك. ممكن نعملها كمان شي تاني اذا مو حابين نعمل كريم شمس، ممكن تكون انينة عطور. هاي كانت لعبتنا لليوم ستيسي اختها لباربي، كمان جبنا سكيبر، ما تنسوا تشوفوها وتخبروني رأيكم فيهم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطولنا لايك وتشتركوا معنا بالقناة لأول مرة بتشوفونا عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة، والسلام عليكم.